الحمد لله الحمد لله، الواحد طالع من بيت متربي الحمد لله. ابويا شيء قوي على تربيتي قوي، وامي الله يرحمها زرعت فينا حاجات كتير جدا جدا، ما زلت لحد دلوقتي عايش بيها يعني. فناس كتير بتفهم انه المحترم ملوش نصيب في الدنيا، يعني ان المحترم يتاكل حقه يعني، بس ده مش حقيقي. المحترم ممكن يبقى في اي وقت يرد على اي حشرة تغلط فيه عادي جدا يعني. انا بشكر كل الناس اللي بعت، ناس كتير يعني، كتير جدا 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 مستقين. ما مش مستقين عشان خاطر ابراهيم ولا عشان خاطر والدتي الله يرحمها اللي جاب سيرتها، بس انما علشان الامر زاد عن الحد ووصل الى ما لا يطيق بشر. ناس تقول لي ما تردش، ومعروف انه راجل بذيء اللسان يعني، الجديد يعني هو بيقول كده كل يوم وما فيش حد ما شتموش. ناس تقول لك يا سيدي الصمت لغه العظماء، ولا تصارع خنزيرا في الوحل فتتسخ، وناس تقول لك واذا جاءتك مذمتي من ناقص. انا الكلام ده ما باكلش معاه بصراحه. انا بفهم حاجه واحده بس، انا عايش مره واحده، مره واحده بس، عايش مره واحده بس، هعيشها مرفوع الراس دكر على اي حد، ولا عمري هعرف اغير نفسي، ولا عمري هعرف اتغير الى الشخص سيء الذكر بذيء اللسان ابو لسان زفر. يا اخي انت بقى عندك 80 سنة يا اخي، بلغت من العمر ارذله، رجلك والقبر اللي زيك يا دوب يفكر في اخرته ويعمل له حسنات يقابل بها ربنا. بس انت مستهون من المقابلة، ها مستهون، مستهون من دعوات كل امهات المصريين وكل الستات الفاضلات اللي انت خضت في عرضهم. بكرة لما تنزل تحت ومبقاش ما بينك وما بينه اي حاجة تعرف الدعاوى دي، هتبقى نار عليك في القبر ان شاء الله. امي اللي انت جبت سيرتها وشتمتها، جزمتها برقبتك انت ومليار واحد من عينتك. قعدت تفتكر ان حد هيسكت لك، انت جعجاع واونطجي وما تعرفش تعمل حاجة وده اخرك، وانا مش فارق معايا اي حاجة، وانت عارف ان انا مش فارق معايا اي حاجة، والناس عارفة ان انا مش فارق معايا اي حاجة. هعيشها مرة واحدة وهعيشها مرفوع الراس، اونطجي اجعجاع يا بلسان زفر يا سباب يا لعان بالقانون، ها بحكم المحكمة يا سوابق، عليك حكم محكمة لما تروح تعمل فيش وتشبيه كده في صحيفتك الجنائية، عليك حكم محكمة انك سباب ولعان يا اخي. ده الواحد حتى قرفان يقول اسمك، اسمك اللي بالمناسبة ما بقاش بيعبر عن اي حاجة غير عن السب والشتيمة، وده تستحقه انه يلتصق اسمك بكل القاذورات دي، ده اللي تستحقه بالمناسبة يعني.